هل سمعت عن كنوز تم دفنها من قبل؟ ربما لا، ولكن هذا صحيح، فهناك أشخاص قاموا بدفن أو فقد كنوز لديهم ولم يعثر عليها أحد حتى الآن. دعونا نستعرض معا 10 كنوز لا يزال يمكنك البحث عنها وإيجادها حتى الآن. ثروة دوت شولز. دوت شولز هو أحد الأمريكيين الذين كانوا يملكون ثروة ضخمة في 20ات و30ات القرن الماضي، حيث أنه كان العقل المدبر لكثير من الجرائم. وفي عام 1930 قام دوتش بجمع أكثر من 7 مليون دولار وإخفائها في مكان ما في أحد الجبال، وحدث بعد ذلك بعامين حدث لم يكن يتوقعه، وهو إصابته بمرض قاتل ليتوفى على أثره. ومنذ ذلك الحين قام الكثيرون بالبحث عن ذلك الكنز كل عام ولكن دون جدوى. بوتش كاسيدي. بوتش هو أحد أساطير الإجرام في أمريكا، والذي كان يتزعم أحد العصابات المسمى بوايلد بانش، والذي كان هدفه إخفاء ما تحصل عليه من ثروة عن طريق الإجرام وإبقائها بعيدا عن الشرطة. لذا قام بدفن أكثر من 21 مليون دولار في مكان يدعى آيريش كانيان، ونظرا لأنه مكان شاسع لم يستطع أحد العثور على هذا الكنز حتى الآن. البوم الذهبية. قام أحد الفرنسيين ويدعى ماكس بالنتين بصناعة تصميم بومة ذهبية ودفنه في مكان ما في فرنسا عام 1993 على الأرجح، ثم ألف كتابا يحوي 11 لغزا بحلها يمكن الوصول لمكان الكنز. ومع ذلك فمنذ ذلك الحين لم يتم العثور عليه، حيث أنه استغرق ما يزيد عن 450 ساعة لصناعة تلك الألغاز، لذا فمن المستحيل حلها. منجم الذهب المفقود. ربما يكون هذا المنجم هو أحد أشهر مناجم الذهب المفقودة في التاريخ. ففي القرن التاسع عشر ادعى أحد المهاجرين الألمان الذين هاجروا إلى أمريكا ويدعى جيكوب والز أنه اكتشف مكان المنجم المفقود في مكان ما في وسط صحراء أريزونا، لكنه لم يخبر أي شخص عن مكان المنجم حتى مات، ولا أحد يعرف ما هو مقصده من هذا. ولكن منذ ذلك الحين حاول الكثير من المستكشفين إيجاد المنجم ولكن دون جدوى. كنز غابة فين. كنز يقدر بملايين الدولارات التي تم إخفاؤها في مكان ما في إحدى الغابات بواسطة شخص يدعى فين، ويقدر هذا الكنز بما يزيد عن 3 ملايين دولار من المجوهرات والذهب. ولكن كتب فين شعرا يحوي 9 ألغاز بحلها يمكن الوصول إلى الكنز، وحينما سئل فين لماذا فعل هذا أجاب بأنه فعل ذلك لإعطاء الناس بعض الأمل، كما أنه قال بأن هناك الكثيرين اقتربوا من الكنز حتى أن البعض لم يكن يفصل بينه وبين الكنز سوى 200 قدم، ولكنهم لم يعثروا عليه ولا يزال الكنز بمكانه الآمن حتى الآن. كنز الشفرات. الأسطورة تقول بأنه في عام 1816 كان هناك رجل يدعى توماس بير اكتشف أحد مناجم الذهب والفضة والذي يقدر بحوالي 63 مليون دولار، ولكي يتأكد من أن أبنائه سوف يحصلون على هذا الكنز بعد موته قام بعمل 3 شفرات، الأولى بها مكان الكنز، والثانية بها محتويات الكنز، والثالثة بها أسماء المستحقين لهذا الكنز، كما أوصى أن لا يتم فتح هذه الشفرات إلا بعد 10 سنوات، ولكن لم يتم حل الشفرات ولا معرفة أي شيء عن مكان الكنز أو محتوياته حتى الآن. كنز كوين تشي هوانغ. تشي هوانغ هو أول إمبراطور حكم الصين في القرن الثالث قبل الميلادي، وحينما مات جمعت كل كنوزه معه ودفنت في ضريح داخل مدينة، وأحيطت تلك المدينة بأفضل جنوده. وفي عام 1974 تم اكتشاف تلك المدينة تحت الأرض، والغريب في الأمر أنه قد وجدت كامل محتويات المدينة كما هي، ولكن لم يتم العثور على أي كنز ولا يزال هذا الكنز مفقودا حتى الآن. كنز ليتل بيغ هورن. ربما نكون قد سمعنا عن معركة بيغ هورن، هي معركة خلفت الكثير من الدمار. وقبل أن يذهب الجنود الأمريكيون إلى المعركة وعدوا بأنهم سوف يحصلون على ذهب وفضة وأموال إذا ما كسبوا المعركة، ولكنهم حينما خسروا قاموا بإخفاء كل تلك الأموال في مكان ما. وهناك شخصين قد نجحا بالفعل في الوصول إلى مكان هذا الكنز المفقود وقاموا برسم خريطة للحصول عليه، ولكن لم يتم العثور عليه حتى الآن. كنز لآلي بحر السلطون. في عام 1615 غرقت سفينة المستكشف الإسباني خوان دي آيتربي في بحر سالتون في خليج كاليفورنيا، وبها ثروة عظيمة من اللؤلؤ الأسود. وقد شاع خبر العثور على هذا الكنز مؤخرا، إلا أن هذا الخبر لم يكن صحيحا، ولا يزال الكنز مفقودا حتى الآن في انتظار من يكتشفه. ذهب بحيرة توبلاند. في أواخر الحرب العالمية الثانية وحينما أوشك الألمان على الهزيمة قاموا بدفن كل ما اغتنموه من سبائك ذهبية وألماس على بعد أكثر من 338 قدما في أعماق بحيرة توبلاندز الأسترالية، حتى يكون بعيدا عن أيدي الغواصين والباحثين عن الكنوز، ولا يزال هذا الكنز مختفيا حتى الآن.